الآن خلينا نعمل get بالنسبة للبيانات المخزونة داخل البروبرتيز. قبل ذلك خلينا نعطي أسماء بالنسبة لهذه التكست، البيانات اللي احنا نريدها تتغير. طبعا بالبداية اسم الدكتور، فراح نقول له هنا أنا txt دكتور doc، انتر. هذا هنا الوصف الدكتور txt دكتور description des، انتر. وهنا اوكي 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 هنا أنا ليس description، هنا عندك txt department dbt، وهذا هو description. تمام، ضع بيست. الآن خلينا ننزل إلى أسفل، إيش مو موجود عندنا؟ عندنا هنا العنوان، هذا راح نكتبه على أساس العنوان اللي خاص في اللوكيشن txt في العيادة الطبية. نقول مثلا title or location or anything. هنا عندك txt phone number، خليه phone. وهنا أنا عندك txt other description ds. أوكي، الآن خلينا أنطلق على الكنترول. أجي هنا داخل حفظ البيانات، أفتح الكود السابق وأبدي أخذ هذه كلها، أخذها كوبي. أوكي، عاد السيف، طبعا سيف ما أحتاجها، أخذها كوبي بهذا الشكل وأرجع على البرينت. طبعا الآن تستطيع أنه تضعها داخل حدث اللود، يعني أثناء عملية تحميل الصفحة، أو تضعها داخل حدث حدث النشاط الخاص فيه، يعني داخل الاكتيفيتد. خلينا نضعها داخل حدث الاكتيفيتد، اضع هذه بيست بهذا الشكل، وخلينا اعمل ديليت لهذه الحقول كلها لان انا ما احتاجها، او بلاش انه اعمل لها ديليت، خليني فقط اقلب العمليه، يعني بدل انه اني اعمل جيت، بدل انه اعمل ست اعمل ايش؟ اعمل جيت بالنسبة للبيانات. هسه هذه طبعا احنا ما نحتاجها، لماذا؟ لان هي هذه خاصة في البانل. اوكي، الان ايش نحتاج؟ عندنا البانل، لو ترجع لي على هذه البانل ايش اسمها، تحديد دوكيمنت اوتلاين. اوكي، بانل شيت. خلينا نرجع على الكود. اذا ايش عندي؟ عندي بانل بي ان pn sheet dot width، وايش راح يساوي لك؟ راح يساوي لك properties dot setting dot default dot width، اي عملية get بالنسبة للداتا. بنفس الطريقة السابقة راح اضع ايش؟ اضع الهايت، الارتفاع. راح اقول اوكي عندنا الهايت، وايش راح يساوي لك؟ راح يساوي لك properties pn sheet dot height، راح يساوي لك properties dot setting dot default dot height. ايش هنا يعطينا ايرور. اوكي، خارزه منقوطه. اوكي جود. الان عندنا تي اكس تي اسم الدكتور، خلينا نحذف هذه كلها، ديليت ايضا هذا ديليت. العملية عكسية، بدل انه نعمل set بالنسبة للبيانات فاحنا نعمل get الى البيانات. اوكي، فالان ايش عندنا؟ اوكي، عندنا هنا name اللي هو txt doctor.txt. اوكي، راح يساوي لك property dot setting. الثاني عندك txt txt department، هذا هو department dot text. اوكي، راح يسوي لك property dot setting dot default dot department. ايضا عندك txt doctor's description خاص في الدكتور، ايضا بنفس الطريقة السابقة. وايضا عندنا txt title dot text، هو راح يسوي لك property dot setting dot default dot title. ايضا عندنا txt phone dot text، وبالاخير عندنا txt
في الأذر description.txt. أوكي، بهذا الشكل. طيب، ما هو الخطأ هنا؟ مساواة، عفوا مساواة. طيب الآن احنا عملنا ايش؟ عملنا get بالنسبة للداتا. طبعا هذه يعلمك عليها الخطأ، ان نحتاج انه نعملها convert، convert او بصورة مباشرة تجي هنا بصورة مباشرة للدوت تو string، لان هو label، والليبل يستقبل داتا من نوع string. اوكي، خلينا نذهب هنا، نذهب على مشاهدة النتائج، نقول له هنا pl dot print، نسمي frm print، هو راح يساوي لنا new من عنده initialize get initialize and then frm print dot show or show dialog. That's it. اوكي، الآن خلينا نعمل start، ولكن قبل ذلك نتأكد من الداتا اللي احنا راح نرسلها. فنضع داتا افتراضية. طبعا احنا واضعين داتا سابقا، فخلينا نعمل ستارت على البرنامج. اوكي، نذهب على لوحة التحكم، ثم بعد ذلك الى مشاهدة النتائج. اوكي، what is this؟ اوكي اوكي اوكي، قلنا انه لازم نعطي العرض والارتفاع. العرض والارتفاع طبعا خليني اذهب على البروبرتيز. احنا كم وضعنا العرض هنا؟ لو تذهب لي على البرنت، تذهب لي على البانل، على ايش تذهب لي على البانل؟ خلينا نعمل اند ستوب ديباجينج على البانل، بانل شيت. هذه البانل شيت طبعا ذهب لي على البروبرتيز مالتها، في الهايت كم اعطيناها، وفي الويث كم اعطيناها. الهايت والويث، الهايت 554 791، 554 791. انا نعمل ستارت، بنعطي الهايت 554 791. خلينا نعطي داتا افتراضية عادي، محمد التخصص، هنا التخصص، وهنا وصف معين، هنا العنوان، هنا رقم الهاتف، وهنا معلومات أخرى. أوكي، حفظ الإعدادات، تمام. الآن مشاهدة النتائج، that's good. إذن لاحظنا جلبنا النتائج أو البروبرتيز بشكل صحيح. لاحظنا رقم الهاتف، هنا تفاصيل، هنا العنوان، جيد، وهنا أجانا عندنا اسم الدكتور والتخصص والوصف الخاص به. الآن لاحظ احنا طبعا هذه البيانات احنا عملنا لها ريتيتيف، عملنا لها سيت، وهنا عملنا لها جيت. الآن المفروض مثلا لو بدأ انه يغير في العرض والارتفاع، فالمفروض مثلا انت تقوم بعمل تخصيص بالنسبة للفونت، يمكن انه تعمل تخصيص بالنسبة للباك كلر، الفور كلر. طبعا هذه هي المبدأ واحد، يعني انت الخصائص، مجرد خصائص تقوم بعمل لها سيتس داخل السيتنج، وعمل لها جيتس يعني. وان شاء الله احنا في نهاية الكورس راح نرجع مرة اخرى ونعمل تخصيص بالنسبة للانترفيس الخاصة في عملية الطباعة، تخصيص اكثر وتخصيص اكثر بالنسبة للانترفيس بشكل عام للبرنامج، تغيير بالالوان، تغيير بالفونت، الى هذه الأمور.